السلام عليكم، معكم آسيا الشرقي، رئيسة جمعية التحدي الرياضي الفاسي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيسة الجهوية للهيئة المغربية للوحدة الوطنية، الرئيسة الجهوية للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، حاصلة على إجازة في اللغة الفرنسية وإجازة في القانون. عندي مسار طويل من النهار اللي خلقيت الآن، لأني خلقيت بدون إعاقة. لما وقعت لي 8 شهور وقعت لي حادثة سير مع الوالدة ديالي رحمة الله عليها، الشيء اللي تركب عليها أن بوليو، وأصبح عندي شلل في الرجل اليسرى، والآن أنا في وضعية إعاقة. الإكراهات اللي عشتها في حياتي كلها، فضلت أنني نكون رئيسة لهذه الشريحة اللي أنا واحدة منهم. كنت أنا مصرة على أنني نوصل بهذه الشريحة، نوصل بهم لأعلى المستويات وبالأخص في المجال الرياضي. وكنت أول رئيسة دخلت الجامعة الملكية المغربية للرياضة للأشخاص في وضعية إعاقة، والحمد لله دخلوا هذه الوليدات، والحمد لله كيعطيو نتائج. كنكون أنا جد سعيدة وكنشوف نفسي فيهم، أنني حتى أنا لما كنت قدهم كان يأخذني واحد الشوق لأنني نكون شي حاجة مهمة رياضيا، وسورتو رياضيا، لان الرياضه عندنا في المغرب بالنسبه للشخص ذوي الاعاقه هي الحافز الوحيد انه يبرز العطايا ديالو. واجهت عديد من الصعوبات والاكراهات وانا صغيره، تربيت على جوج دو 8 طون وانا 8 سنين وانا عند لي زوروبيان، تربيت عندهم. ولما درت 8 سنين جيت دخلت للمدرسه، لقيت صعوبات كثيرة باش نسجم ونتأقلم مع التلاميذ المغاربة في قلب المدارس هنايا المغربية. ما درت 10 سنين أخذني أبي رحمة الله عليه لدكتور علم النفس، وذاك الدكتور حقا دار ما عليه لدرجة أنه أباح لي أنني، لأن كان كيعجبني نضحك، وإلا ضحكت ولا خرجت ضحكة في القسم الأستاذ ما كيفهم فيها لا في وضعية إعاقة ولا لون، كيقول لك خرجي لأنك ضحكتي. الوغ انا كنت كنرتاح لمسألة الضحك وكنت كنضحك بزاف، ولكن كنت جد مجتهده لاني كنت كنوجد نفسي في انني نقرا، وكنقول عندي واحد المبدا داخلي انني خصني نقد راسي، لان انا في وضعيه اعاقه اكيد الوالدين ما غيبقاوش، اكيد ما عندي حتى شي واحد، اذا خصني ندير شي حاجه باش نكون انا هي المعينه النفسي لما نكبر. في امكاني نكون انا اول وحده نتوظف في الاشخاص ذوي الاعاقه، ولكن كان واحد التهميش صارخ بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه. لما كندخل باش ندوز الامتحان كيمشيو يقولوا هل السيد الرئيس المصلحه اللي كيدوز الامتحان، كيقول لك لا اختي انت ما مقبولاش الامتحان. هذا كله لان كان عندي في يدي عكاز وفي رجلي اباغاي كتوزن 5 كيلو لحد الساعه كنحملها. المهم هذه كلها حواجز تحديتها، حاولت نتحداها بشويه ديال الايمان بالله سبحانه وتعالى، واللي كان لجانبي رحمه الله عليه وابي. اما الباقي كانوا لا يهتمون للاشخاص في وضع اعاقه، كان المجتمع يرى فينا نقطه سوداء لاي شخص في وضع اعاقه. الان كنشوفوا على ان احنا كيحسبنا على ان الاشخاص في وضع اعاقه يعني كتحسن الوضعيه ديالهم. المال العام يهدر في الاصفار ديال الوزاره مع الستاف اللي كيمشي معاهم ماشي كامل، ولكن ما داروا لنا حتى شي حاجه. مؤخرا عاد يمكن شي واحد النقطه بنت قليوله، هي انهم غادي ياخذوا من وسط 900 ديال او 1900 ديال الاخوان، ما بقيتش عاقله، 1900 ديال الممتحنين في وضعيه اعاقه، من 1900 او 900 غادي ياخذوا 50 فقط. 50، اذا واش عندنا غير 50 ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه في المغرب؟ راه عندنا تبارك الله المثقفين بزاف في وضعيه اعاقه، مهمشين. اذا خصنا شي قانون اللي اولا يحط على ارض الواقع 7% الكوطه اللي عطاو، الكوطه اللي عطاو 7% خصها تعطى في الواقع، خصها تخرج لحيز التنفيذ. انا اعيب شيئا على الجمعيات ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. انا كنشوف دائما على ان شحال ديال الناس اللي كيديرونا حنا على الواجهه، شحال الجمعيات كدير الشخص في وضعيه اعاقه على الواجهه. بحال دابا جمعيه التنميه المستدامه هو الشخص في وضعيه اعاقه،
بلاش داك هو الشخص في ذات إعاقة، كيسعوا بنا، وهذا هو الشيء اللي أنا أناهضه في كل المنابر، كيسعوا بالأشخاص في ذات إعاقة. أي جمعية ومن كتدخل ما كتلقى عندهم حتى شي شخص في ذات إعاقة في الجمعية، ألوغ كو أنا مثلا عندي جمعية ديال المعاقين، راه عندي المعاقين، ما عنديش شي حاجة أخرى، ما عنديش التنمية المستدامة، ما عندي ما ندير بها، أنا عندي داك الشخص في ذات إعاقة يوصل ويكون تكون بعد النفسية ديالو مستقرة، ونعطيه دائما الأمل أنه يزيد القدام. رسالة كنوجهها للآباء وأولياء الأشخاص في ذات إعاقة، كنقول لكم أخواتي إخواني أخواتي، هذه كرها أمانة عندكم في يديكم من داك الوليدات اللي عطاكم الله سبحانه وتعالى، عطاكم داك الأمانة باش يختبر الصبر ديالكم. ودائما الشخص في ذات إعاقة شي حاجة مهمة، ربي سبحانه وتعالى هذاك ابتلاء عطاه لنا الله سبحانه وتعالى، واش نشكروه ولا نكفروا به؟ حاشا لله. اذا خصنا نتقبلوا الوضعيه، وخص اي واحد عنده شخص في وضعيه اعاقه خصو يشجعه ويعطيه الامل. كنتواجدوا في هذا الملعب المعشوش بالعمر بالحجر، هذا الملعب اللي كنلعبوا فيه من نهار اللي دخلت الجامعه الملكيه المغربيه لرياض الاشخاص في وضعيه اعاقه. وشوفوا معايا الله يعطيكم السر، هذا الملعب هذا كي داير الجاج، يعني في الليل كيجيو السكيريه هنا يسكروا وكيرميو لنا الجاج ديالكم ديالهم هنايا، اللي جاب شي طوموبيل كترس، ولا دري يجرى وطاح فيهم شي واحد راه ضروري كيتجرح، بعد ساعات الغنم كيغنموا كيرعاو معنا هنايا. معنى اننا لما كنمشيو نطلبوا الملعب كما بغى يكون الملعب كيقول لك اسيدي خصكم تخلصوا 50 درهم للساعه الملعب. حنا لما كنقولوا الاشخاص في وضعيه اعاقه كنقولوا الهشاشه، كنقولوا الفقر، كنقولوا ما كاين شيء. اذا كيفاش حنا ماشي نقولوا للوالدين ديالهم فوق انهم كيخلصوا على وليداتهم بعد ساعات ترونسبور ديال المشي والمجي باش نديروا الاقصائيات والبطولات وكؤوس العرش اترافيغ لو ماروك، اشنو كنلقاو في الاخير؟ اننا نقول لهم الله يخليكم وخلصوا حتى 50 درهم باش ولادكم ماشي يديروا التدريب. هذا راه ماشي معقول. حنا راه حنا في المغرب، رحنا عايشين في هاد المحنه، وعايشين هاد الاكراه ديال الملاعب ما كايناش، وعايشين اكراه ديال الطوبيسات كاينين ما كاينينش، كيقولوا الشخص وضعيه اعاقه يخلص طوبيس. اذا الله يخليكم، هذه رساله انا كنعطيها لكل شيء، وكنقول للعالم كله الله يخليكم شوفوا من حال هاد الشريحه، راه اللي ما اصبح اللي ما كان معاق فهاد الساعه غادي يصبح معاق في واحد السن معين. اذا خليونا احنا مرتاحين باش انتم ترتاحوا معنا مع الوقت ان شاء الله الرحمن الرحيم. المكان كنجيو ندربوا فيه، كندربوا فيه الوليدات، اللي عندي وليد منهم غادي يمشي ان شاء الله لدبي هكذاك، تبارك الله عليهم الصلاه على النبي عليهم، انهم كيعطيو نتائج بالرغم من هاد الاكراهات اللي كنعيشوها ديال الملعب ديال التدريب ما كاينش. عندنا وليد سعد بن حمادي غادي يمشي ان شاء الله لدبي، دابا عنده واحد 5 ايام ديال التربص الرياضي في سلا من 21 ل 25. عندنا كذلك جوج الوليدات ان شاء الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله على كنطلبوا من الله انهم يكونوا من الناس اللي غادي الموعودين ب 2020 في الهونغ كونغ. ام عشا لاعب تحت الدرع ديال فاس الاشخاص المعاقين، كيف ما تشوفوا اليوم عندنا حصه تدريب عندنا هنايا في واد فاس. قبل ما كنلقاوهم هنايا هو ان التيران كيف ما تشوفوا كله زاج، الدراري فاش كيسبقوا ربما يكون شي واحد طيح ولا شي حاجه تقطع على شي جاج هذاك مفروح. وكيف ما كتشوفوا حتى حنايا الارضيه فاش كنلعبوا لي جافلو ديالنايا يابسه، لدرجه ان تهرسونا جوج ديال لي جافلو بقوه الارض اليابسه، فاش كتضرب الجافلو الارضيه بقوه اليابسه الجافلو كيتهرسونا. خص المسؤولين ديال المشرفين على هذه الرياضه هذه انهم يديروا شي حل، يشوفوا لنا شي تيران قريب واللي فيه الكازو زوين، يكون ارضيه صالحه للعب. ما هاد الاجواء اللي كنلعبوا فيها للاسف ما هي اجواء. نخافوا شويه من الله ونظروا لهاد الشريحه بنظره انسانيه، وماشي نظره احسانيه، نظره انسانيه، لان الاحسان تجاوزناه. دابا الان كنطلبوا تطبيق القوانين، هناك قوانين اللي خصها تطبق باش هاد الوليدات يتمتعوا حتى هما بالحقوق ديالهم اللي عطاها لهم القانون. حنا ما كنسعاوش، حنا كنطلبوا حقوقنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.